السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني وأخواتي بالله، أحباب الله، موضوع هذه الحلقة أصول تفسير الأحلام، وعنوان الحلقة رؤية تبين محاولة أعداء المهدي تضليل المسلمين لمنعهم معرفة المهدي. يعني عند ظهور المهدي راح ناس يحاولوا يشككوا فيه ويمنعوا الناس عن الوصول له، وفي رؤيات أخرى تبين نفس المعنى. الرؤية جاءت من أحد الأحبة في الله، قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ، وأنا بقول عليكم أفضل السلام ورحمة الله وبركاته. قال: رؤية بعد صلاة الفجر، رأيت بتاريخ 1 أو 2 2017 يلير في السماء بلون أبيض مشع، ولكن هناك سحب من الغبار تحجب قوة شعاع ذلك النور اللي في السماء. وشكرا يا أخي عماد، أنا من المغرب وأنا أحبك في الله، وأنا أحبك في الله وأحب أهل المغرب أجمعين، وكلكم على رأس وعيني، وأنا في خدمتكم أحباب الله. هاي الرؤية بتدل أنه النور بلون أبيض مشع في السماء، هاي بتدل على النور الهداية والإيمان. فهمت علي أحباب الله؟ ولكن عند ظهور المهدي هذا النور بده إيش؟ يبين الناس الظلمات اللي عايشين فيها، بده ينقشع عن الظلمات، بس في ايش؟ سحب من الغبار. الغبار بدلك على ايش؟ انه بده تغطي النور. يعني هذول اعداء للمهدي واعداء للحق واعداء للقرآن، بحاولوا يمنعوا الناس عن المهدي وشككوا في امره. عشانك لا تردوا عليهم احباب الله، وباذن الله لن يستطيعوا ان يمنعوا امر الله. الله أعلى وأعلم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.